على اي حال خلينا نروح دلوقتي لزميلتنا لميا حمدين عشان نتعرف منها على ايه احوال الطقس. الشيء بالشيء يذكر، مناخ والطقس. لا النهارده درجات الحراره قليله قوي يا مصطفى، تعالى نشوف اخبار الطقس النهارده ايه. بصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي فرص ضعيفه شويه لسقوط امطار خفيفه على القاهره الكبرى بنسبه حدوث 20% تقريبا، وامطار متوسطه وقد تكون رعديه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. كمان في النهارده الصبح شبوره مائيه على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وكمان وسط سيناء. درجه الحراره في القاهره النهارده 26، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 30 درجه، واقل درجه حراره هتكون في كاترين 21 درجه. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.